زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكست مع ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق محمد امين شرميته. هاك عملت قلت محمد امين ريته. والله العظيم نحاول نحفظ فيها خويا. حياتي كان مستانس بها محمد امين، اكتشفتها منذ يومين تقريبا. خليني نستانس بشويه فسر لي شنو حكايه محمد امين وامين؟ لا والله الناس كل تسميني يا ايمن يا محمد امين شرميتي، ممكن قل انه يسميوه الناس امين. فما ايمن معناها اي برشا زاده الناس يعيطوا لي ايمن وانا نقبلها ما نقعدش نخاف. امين امين تهو انت ولا ديما زوجتي اللي تتقلق سيرتو كي نخرج برا وعيطوا لي ايمن ولا محمد امين كل ديما صلح لهم. تو فهمت علاش تنسيستي خايف من زوجتك. خاف نجي. باهي اش تعمل امين اليوم؟ ما زلت تكول ولا كملت ولا ما زلت؟ ما الحقيقه ما زلت جي با اونكور ديسيدي. بول ما زلت صغير انت تو 33 33 بتتر صغير. اما بديت الكوره بكري يعني المسؤوليه تحملناها 17-18 سنه لاج دو 17 ans تاع عندي كوب دافريك صحيح. دونك تحملت المسؤوليه وانا صغير خديتها على عاتقي وكملت في المسيره هذه. سي با فاسيل مش تقعد في نيفو محترم مده طويله، صرت انه احنا نشوفوا احنا مشكلتنا اللاعب التونسي قلقي برشا، نقلقوا منه برشا. وحتى هو زاد وقت اللي يخرج لبرا يقلق فيزا. شوف زلاتان سنير الهدف نتاع الكالسيو 38 رونالدو بعده 35 اخويا والله اسلام الحقيقه نتاع ربي. وقت اللي نجيو نكومباريو في الساعات وحتى نبدا مع الاصحاب ولا الاقارب ولا اي حاجه نحكيو يقول لك علاش احنا ما عندناش. ما تنجمش كومبار لان كومبارابل وقت الباز نتاعك يعني تكون خايخه، ما تنجمش تبني عليها اسس صحيحه. باش نوصلوا احنا للنيفو هذاك لازم نتلفتوا التالي ونغزلوا الواقع نتاعنا ونحاولوا انه نصلحوا باش نوصلوا اللي وصلوا له الناس. كيما تو انت تعطي اكزامبل تاع زلاتان، تشوف رونالدو في النيفو هذا كونستون قاعد. امين تقول لي ما نتقارنوش، ماهيش نكولوا في الكالتشو حتى احنا نكولوا في بطوله تونس على قدها. زاد ما تنساش انت وقت اللي تخرج لبرا احنا زاد من بين العوائق ولا المشاكل احنا كلاعبين كره قدم وقت اللي نخرج لبرا نلقاو رواحنا كوم سي ما تعلمناش الكره. حاجه اخرى وحياه اخرى. نقول ديما ان جوور اللاعب التونسي بصفه عامه كي نا با فيكو اون اكسبيريونس في الاوروب راه ما شاف حتى شيء من البروفيسيوناليزم. لا حياه اخرى، ريتم اخر، منظومه اخرى بعيده كل البعد على اللي عشناه احنا في تونس. هذاك علاش اللاعب التونسي وقت اللي يخرج لبرا ما يلقى صعوبة كبيرة في الانتجراسيون وحتى في العقلية. خطر وقت اللي تمشي غادي يقول لك انت جيت لهنا انت تنتجري في العقلية هذه وتشوف تدوفر تتأقلم معنا اللي فور لازمك تعمل اللي فور دوبل تلقاك ترهنا اكثر منهم باش تخلط على الريتم تاعهم. اي ما جبتنيش تخمم ما زلت تكاول معناها ولا ما زلت جيب بانكور دي سيدي الحقيقه توتي بوسيبل ولا انت ولا عضو فاش باش يجي فما حاجه ثم حاجه الحقيقه نتاع ربي ما زلت ما بطلتش 100% الكوره ما زلت ما قررتش الاعتزال. كان ثم حاجه كي ميريت بوركو با سينون الواحد الحمد لله لا تو فيكو اكسبيريونس باهيه بالنسبه لي انا كي نوز روحي لي ديبي الديبيو نتاعي كيفاش كان صعيب. سي في محترم جدا لو اني عندي ملوم عليك تو بعد نجيك علاش. امين شنو مخطط للمستقبل ان شاء الله من لاعبيه الكره؟ فما شكون يمشي مدرب، شكون يمشي مساير، شكون يمشي وكيل، انت شنو مخطط؟ والله يغزر لاعب كره قدم لازم ديما ملي يدخل الكره سورتو انه يبدا بشوي يتحسن في النيفو نتاعه ولا لازم ديما عنده مسطر حياته. بالنسبه لي انا ممكن في حياتي الخاصه عندي امور يعني مشاريع الخاصة. وبالنسبه لل في دومين الكره سورتو نحاولوا انه نخليوا البصمه نتاعنا دابري الاكسبيريونس نتاعنا. بوركو با ممكن في التحليل ولا نشوف روحي ولا حاجه اللي تستهويني ان شاء الله ولا في التدريب بتاتر بوركو با. رجل اعمال سينو ولي اليوم كيكو برا. خلينا نرجع بك تنقيزه طويله لتلي شويه امين. احكي شوية على البدايات في القروان. بديت في القروان. انا من عائلة الوالدة معلمة، الوالد مهندس. تربينا في حومة شعبية يعني في حي محمد علي، ممكن الناس اللي يسمعوا فينا في القروان يعرفوها. ثم زوز الناس كل يسمعوا فينا في القروان، ثم زوز بتاح حومة قدام الدار وبجنبها يعني زوز بتاح معروفين. هذه يعني خرجت برشا لاعبين كرة قدم. الوالد والوالدة كانوا معارضين نلعب الكرة حضرتك كما تعرف قبل مش كما توا. كانت الكرة أكثر يعني باش تخرج للشارع وتقعد في الشارع وتلعب ديما مش باهي. يخافوا من الخلطة، يخافوا إنه الواحد الديراب. دخلت الكرة بسرقة على الوالد والوالدة. ما كانتش موافقة؟ لا ما كانوش موافقين.
كانوا كونتر كليت برشا رايح على الكورة برشا رايح على الكورة ودخلت مخر الكورة زاد. وقتاش دخلت؟ وقتها في المينيم نذكر مينيم ولا مينيم وعطيت لي كول معناها وقت الوالد كان كنت يعني ياسر مركزين على القراية كما العائلات الكل دخلت في نهار من نهارات قررت اني مش نمشي نعمل تيست في جيسكا. كيفاش ركبت لك في مخك والله هيك عندي شفت اصحابي نعرفهم يعني مقربين يتراناو ونشوفهم ديما يمشيو وشكلهم فوق ومشيت. مشيت الوالد وين ماشي نمشي راني ماشي انا الريفز وقت اللي كنت نتفرج عليهم دخلت معني ما خلطتش عليهم في البريود نتاع في التيست وقت اللي قعدت ديما نمشي نتفرج نقعد تحت الجاريتا نتفرج فيهم وميم طون الريفز نهار من نهارات جات لوكازيون وقتها ثم مسؤول قال لي قلت له راني نحب نجرب كل شيء نذكر وقتها مع سي مختار بوغلا كيما توا بعد ما روحوا ثم اللي يقراوا مزعتين يروحوا يخرجوا بكري ثم جروبك اللي مازال يقرا من بعد يقعدوا يزيدوا يعملوا كيما نقولوا احنا وقت زايد دخلت معاهم وقت نذكر عملت جيس تكنيك ولا حاجه كيما هكا ديريكت قال لي ولا يجا ترينا وعملت وقعدت مدة ديما نمشي يعني نترانا ديسكريتمون البلد ما في بالوش وتكوي ماتشوات وقتها لا وقتها لا وقت اللي جاء الوقت اللي مش نعملوا الليسونس نتاعنا صرحت الولد كليت ماكلة من ربي فهمت والحاجة الوحيدة اللي تفهمت أنا وياها إني ما نروحش في القراية نكمل القراية نتاعي لفات قال لي لفات اللي كنت يتيح نيفو نتاعك راك تبطل. وشنو امورك في القرايه كانت؟ الحمد لله نجحت باك مات سافا. صافي في بالي باش تقول لي ليه خاطرك مادام واحد يريفز قدام في جاريتا معناها لا ما ضحيت برشا برشا سيرتو باش نوفق بينهم الزوز كنت نقوم الصباح بكري باش نحفظ مع الاربع ونص والخمسة نتاع الصباح نمشيو نقراو حتى الثمانية لنص النهار نرجعو نجريو باش نترانيو كان وقتها زاد ثم جماعة الترانا نص النهار ما ساعتين نرجعو نقراو بعد نرقد فك السياسة متاع الفلسفة بشكل كبيري الحقيقة نتعب برشا فهمت والعشية زاد نرجع ترانا وبعد نروح نخرج ما كانش عندي الحقيقة يعني كان وقتي كل قراية ونترانا ولا نقعد في قهاوي لا جملة يعني ما كنتش تاكون أمين اي صحيح هذه كنت أريال جوش وبعد حاولت خطر ممكن بالفيتاس متاعي خيروني مالي تاكون كنت شكول لي بدلك وقتها نصور في حسب ما نذكر وقتها في الجينيور حاجه كيما هكا الجينيور بدلوك البوست نتاعك اي بدلت البوست نتاعي وليت اتاكون وباهي تبديله ولا والله باهي سيرتو انه كيما تعرف سيرتو اتاكون اغلى صحيح لا والله مش على اغلى اما عاونتني ممكن في الكارير نتاعي خاطر كي تلعب اون طونك ديفونسور بعد تحول اتاكون دونك تعرف كيفاش الديفونسور يخمم هذيك اللي عاونتني اطلع على السينيور كيف جات لا ما طلعتش في السينيور ما لعبتش في جي اس كا وقتها كان ثم انسون دو فورماسيون اللي نتمناو انه يرجع نهار من نهارات خاطر هذاك كان عنده البصمه نتاعو باش يخرج عديد اللاعبين اللي انتقلوا من بعدها لفرق كبيره وخلاو البصمه نتاعهم في الكره التونسيه ثم ليزيليت وقتها سون دو فورماسيون هذيا رانينا سي عثمان الشهيبي كان منفسين فيه تلفاسون ثم جروب الباهين بعد باش ينضموا الفريق الأكابر صار مالونتوندو وقتها باش نتحولوا من الجينيور للسينيور على الأمور وقت الكونديسيون الحقيقة ما كانتش في قيمة يعني في الوقت هذاك عرضوا علينا وقتها 150 ألف حاجة كيما هكا كونترا خمس سنين خاطر وقتها قديم العقلية نتاع ولد وظاهر الناس الكل ديما كيكا وقتها مشكلة وقتها هي إيه. طيب وظاهر 250 دينار ولا حاجة هكا مش وقتها في الوقت الوالد عرض بعد صارت لي مشاكل وقتها على أساس إنه طردوني يعني ما عادش نباشر مع جيسكا قعدت عام كامل معاقب ما كانش سهلة برشا عامت الباك متاعي عام كامل معاقب نترينا وحدي ما كورتش معنا ما كورتش نترينا وحدي بعد التحقت بالنجم الرياضي الساحل اللي كانوا يتابعوا فيا كنت من مجموعة متاع زهير وقتها وحمزة سلمي ونادر الغابي هذوم وجدي درعي هذوم اللي كانوا يستناهم باش يطلعوا للسينيور كل واحد مشى البلاصة أنا وقتها تعاقبت وليتوال وقتها سي عثمان تفهمنا على اساس انه باش نكمل قرايتي ناخذ الباك نتاعي
قبل لي توالي مين صحيح انك عملت تيست في لوزان؟ في لوزان صحيح. عملت تيست في لوزان. كيفاش وقتها جيت تكون وقتها محرز و محرز عويدة تحية ليه، وكان معها اجون سويسري لتوا يعني غادي يعني تلاقيت بيه وعندي علاقة بيه طيبة. مشيت لوزان عملت تيست قبلوني، لكن لاجون هذا ولاده توا يخدموا هما اللي جابوا نسيم بن خليفة للترجي صحيح. توا عندهم اجونس محضر درسي محضر درسي بارك الله عليك. الوالدة رفضت اني خاطر في عام الباك نتاعي ما كنتش على قراية. على قراية ندمت وقتها؟ كانت اشكو مسيرتك خير ولا لا؟ اوزر ديما الواحد يتعلم من المسيره نتاعو ويحاول، خاطر كي مش تندم ما تنجمش تاخر بالتوالي وتصلح، تحاول تبني على الشيء اللي عملته. ممكن نصيحه ننصحوا بها للجينيراسيون اللي بعدنا، ساعات احنا مشكلتنا ديما في الكوميونيكاسيون، ساعات الانسان وقت اللي يجي يعمل شوا ولا مش يمشي الجمعيه ولا في شامبيونا البرة ما نسالوش، لعبة هذه اشكاليه ممكن حتى انا وقعت فيها، خاطر راهو كي تسال تنجم تعرف ثم ديتاي صغار اللي نجموا يعاونوك من بعد، مش تمشي غادي وتتصم بحاجه اخرى ولا فهمت. تبدا بيان كونسيي، هذيك حاجه تعاونك برشا برشا في المسيره نتاعك. اللي ما يعرفوش برشا مين انك عملت تيست ايضا مع الكلوب. صحيح. انت وزهير الذويلي ظهري مشيتوا وقتها. صحيح هذه منين جبتها؟ ما تقبلتوش؟ لا زهير تقبل، وانا وقتها اريار جوش. زهير بعد مشى السينيور بعد. زهير مشى مش في التيست هذاك مشى زهير. ايه لعبت سينيور في حمزه سلامي وقتها. حمزه وقتها اتا كنت تقبل، انا وقت عملت تيست في البارك اريير جوش مدافع ايسر وقتها. مدافع ايسر قبل ما تبدل البوست نتاعك معناها. هذا قبل ما نبدل البوست نتاعي ما قبلوكش؟ ما قبلونيش. كيف عملت تيست في النجم ما قبلوكش؟ اي ما تقبلتش في النجم الرياضي الساحلي وقت اللي كان اللوكال قبل طرطون ومع السي لطفي الحسومي. ملاعبي في السن هذاك مين يعمل دي تيست وما يتقبلش نجم تاثر عليه مورالمون الحكايه ولا ما اثرتش عليك انت؟ لا كملت خدمتي. أرى أوزر ممكن أنا الكرة نعتبرها كخدمتي، وساعات في وقتنا كي تقدر الحاجة ويعني خدمتك هذيك رزقك وذاك اللي خليك تعطيها أكثر ما عندك وتتحسن وتحاول أنك تتحسن. أما ساعات كي تبدأ عندك البوتنسيال وتنجم تكون مويان وتخدم برشا توصل، وتنجم تكون عندك كاليتي كبيرة برشا ما فين يوم ما تتجحش. أمين شكون قبل تيست الكلوب ولا الليتوال؟ الكلوب. علاش اخترت الكلوب؟ والله كيكا وقت جيت سمعنا ثم تيست في الكلوب. علاش سألتك أنا؟ قلت لكش تحب الكلوب. لا أنا نحب، عندي الوالد يحب الليتوال وعندي برشا من العائلة يحبوا الليتوال. أنا خاطر من الصغر يهزنا، كنا نتفرجوا ديما يهزنا الاستاد نتفرجوا في الليتوال. وانت؟ أنا بلاصة نذكرها. أي وانت؟ الليتوال. ملي صغير؟ اللي صغير نحب الاتوال. وديجا يعني مشيت للكلوب مال الاستقبال وهكيك خاطر اوزر ايش نقول لك ديما بين في الصغر وقت تحب جمعيه كبيره ووقت مينيم ولا حاجه كيما هكا. اي نورمالمون تمشي للاتوال ما دام تحب. لا مشيت للاتوال وما تقبلتش. اي قلت للكلوب قبل بعد. اي انا قلت لك انا مشيت للاتوال ما تقبلتش وزاد الكلوب ما تقبلتش. الواحد مو وقت صغير وما عندوش كيما نقولوا حسابات فيها. صحيح. انت زميلنا هيكل هميمة يبلغ لك تحيات وتحيات لي يشكر فيك قال لي عز الناس. سلام على الوالد برشا برشا. قول بيه احكينا شوي على الانتقال للتوال كيف جاء بعد رغم اللي ما قلت لي ما قبلوك ما قبلوكش في التيست. نحكي وراء ودي موز البريود ذيك قبل وقت لي انا صغير. بعد وقت الواحد يلا بخوغرسي وكانت ثم كما تعرف ديما الانديه الكبار عندها عينيها بارتو، ثم اسامي اللي ديما محطوطة على الطاولة يخمنوا باش يعملوا انفستيسمون في الجوارات اللي يشوفوا فيهم انه قادرين باش يقدموا الاضافه. وديما كما تعرف قبل يحبوا جوار ياخذوه باش بعد ينجح في جمعيه كبيره باش يتباع يتسوق بمبالغ كبيره. وقتها سي كما قلت لك سي عثمان جنيح اللي قال لي راه باش نحاولوا انه نتموا الصفقه يعني تكون امور رسميه. دخلوا في نيغوسياسيون مع الاتوال وسي شكري العميري اللي قدم له التحيه زاده. هو اللي مع سليم الدرويش هما الزوز اللي تلهوا بالدوسي وتموا يعني الصفقه هذه مع جي اس كا. مع جي اس كا في وجود يعني في الهيئه نتاع بعد سي عثمان سي معز هو اللي تولى الرئاسه النجم هذا الساحلي. دونك جاء الدوسي على الطاوله سامحني وهما اللي كملوا لي بروسيدور. رغم اني انت وقتها كنت معاقب من جي اس كار. اي كنت معاقب صحيح. كنت معاقب. تفاوضوا تعداوا بالجي اس كار. اي تعداوا بالجي اس كار. باهي
امين اكيد باساج نتاع ليتوال تحكي عليه برشا، تحكي خاصه على ماتش الاهلي كاس العالم للانديه. نحب نعرف انا حاجات ما تحكيوش. مثلا عندي سؤال، يتقال برشا الشامبيونز ليغ هذيك والبريستاسيون في كاس العالم للانديه اللي كانت مع الفرنسي بيترو مارشان خدمه قبل وتحضير فوز البنزرتي، يقول يتقال هكا راهو ديما ثم كونتينيتي. اذا شفت انترونور ولا مسؤول يجي يقول لك كل شيء انا بيدي العصا السحريه، امبوسيبل، خاطر راهو ديما الخدمه كونتينيتي في كره القدم. خدمنا خدمه كبيره مع سي فوزي، اللي ما يعرفوش سي فوزي اللي هو يمن بالصغار برشا كان عامل فينا برشا. انت هو لانسيكا؟ اي صحيح. ونزل عليا برشا ما كانش سهل راهو، انه باش تدخل على لاج دو 18 طبعا نشوفوا برشا لاعبين اللي تنقصهم نقول الشخصية، أما كل الثقة في النفس أنك باش تمبوزي روحك تدخل في مجموعة. وقت اللي دخلت أنا نحكي لك معناها طارفة، أول ما استدعوني النجم الرياضي الساحلي أول نهار في الفستير، وقت اللي جيت داخل كي غزرت في باب الفستير غزرت الوجوه، قلت أسامي كبيرة، غزرت الوجوه كنت متفرج فيها في التلفزة، أسامي كبيرة، حشمت باش نبدل لبشي بحذاهم. شكون فما مساج فكرنا وقتها وما دخلت؟ شكون وقتها سيف وصابر وإيميكا يعني أسامي كبار كبار. هو زبير باية في الرجعة نتاعو وقتها موجود؟ لا لا أنا لا وقتاش كمل هو في الوقت هذاك؟ لا لا قبل شوية. قبل شوية دونك الحقيقة يعني ناس تشوف فيها في التلفزة أسامي كبار برشا باش تدخل ما بيناتهم باش تدخل في الفيستير ما هي سهلة. حسب رأيك أعطيني أنت بورسنتاج شكون نعطيه أكثر بالشامبيونز ليغ هذيك؟ لا زوز، كل واحد عنده البصمة نتاعو. فوزي البنزرتي ظلي حتى حد ما يقلل من قيمته، خدم خدمة كبيرة، تواجنا معاه بالبطولة وقتها، وجام بعد سيبرتران اللي كمل الخدمة نتاع سي فوزي. باهي في البريود هذيك ليتوال كانت قوية برشا يعني. كانت قوية برشا. نتفكر احنا نلعب بالكدا بالكدا. لكن فما شوية استعلاء منكم وقتها، وخاصة فما تصريح كان قلب تونس كاملة على ليتوال اللي فازت زوز حوم هذيك، خلات كاينو ليتوال وين تمشي ديما اللعبات تحب تفوز على ليتوال، كان فما حاجة كلي خايبة مع ليتوال ولات زايد التصريح هذاك كان من رئيس نادي معز دريس وقتها. هو اللي تنجم تسأله السؤال هذا خاطر في دي مومون سيرتو وقت الواحد يكون رئيس ولا عنده بوست كبيره يعني في جمعيه لازم يكون مسؤول على التصريحات نتاعو. بتاتر هو يقصد بها حاجه اخرى، لكن الناس في الشارع الرياضي ما غفرتلوش الكلام هذاك، خلى الناس الكل وقتها يعني جات ضدنا في بيريود معينه. وديك الكرة كما تعرف الكرة كل كالسياسة. باهي وقتها أيضا محمد أمين كنت مشاغب شوية. عرفت تقول محمد أمين؟ مانيش تحب تنحى خويا الله غالب حياتي كل مستنس به أمين. وقتها كنت مشاد صحيحة معايا خايف مدام فاهم تعبتك على الأخر. لا بلا في محمد أمين. أمين باهي في وقتها كنت مشاغب شوي. مشاغب برشا. برشا. أحكي لي على اللقطة مع باشتابجي وقتها. إي قدمته. شنو صار وقتها؟ أنا تو راهو باش نحكيك تعرف البرا البرة من الكورة ديفيرون برشا على كي نبدا في التيران. ساعات نستغرب من التصرفات نتاعي راهو اما ما جوست راهو في التيران يعني هذيك هي انا انسان ام في بيردون ما نحبش الخسارة. نطاشش برشا ديجا حتى كي نعمل ماتش نول كي نروح للدار اصلا حتى مرتي ما نحبش نحكي معاها ما نحب نراح حد من قبل حد. رباح ما نحبش وعنيدي برشا سيرتو عنيدي في شنو انه فك الان كونتران سيرتو كي نبدا داخل منه بالكل وقت اللي بديت طالع انا ما يعرفونيش يعني مش يتفرجوش عليا قبل وسيتي عندي في دابري الفيكو نتاعي ولا لي زوبستاكل تعرضوا لي قبل في الكوره انه سي با فاسيل انك بعد عام معاقب باش تلقى روحك في النجم الرياضي الساحلي باش تدخل في المجموعه وباش تمبوزي روحك ماهوش سهل برشا برشا. احنا جوار توا يتضرب جمعتين باش تحب له مده باش يلقى الريتم نتاعو. كل التضحيات هذوكم الكل كنت حاططهم انا كونسيديراسيون الحقيقه. اي هربت بيا توا احكي لي عن نحكي لك كنت برشا مشاغب فاسون كي ندخل مع كي نبدا داخل في التونيل مع الديفونسور يبدا يغزل لي يقول لك هذا ذميه مال قصير هذا معناها وانا في قلبي نقول استنى حتى نعطي التيران نعمل معناها شنو معناها مش يعني حاجات غراف اما مش هيكس برشا. نذكر وقتها في الكورنير وقتها هي كورنير وهو يعني حملني انا
ديجا معنا بين الطرائف ما نحملش حد حتى تو في روح ما نحملش حد كي يقعد يمس يشدني ولا نحس والله انكونسيامون نتغلغل. جا ويجي في صدره قدمته ولولوند معناها من بعد بيريود فطرنا هبطت هو السوسه هذيك في الكوره هبطت السوسه وفطرنا مع بعضنا طلعت منه السماح كاو. التصرفات هذه يمين خلاتك ماكش محبوب خاصه من الفرق الاخرى اي من ممكن ما ندمتش عليها شويه؟ لا لا في الكوره كهو يعرفوني هما البرة ديجا علاقتي طيبه بهم برشا في الكوره لا غالب نحكي على الجماهير مش الملاعبيه. جماهير نصور يعرفوا الكاركتير معناها بالوقت يعرفوا الكاركتير نتاعي ويعرفوا هم في الكوره انا لو كان حتى الوالد يلعب ضدي نقولوا نتكلي ما يهمنيش ما ننغر برشا فهمت في الكوره كل شيء توتي بيرمي نربح انا قال الاخر ومن بعد نطلب السماح ما يقلقش. امين الخروج من ليتوال كان في شويه نقاط استفهام مثلا في الحكايه نتاع ال 20% تاخوهم الشبيبه. انت عارف الديتاي هذا لا سليم سيريزمون ثم حاجات انا من ايه من تعرفهم اخويا حل عليك كتاب شنو صار وقتها حتى حباء الشبيبه لليوم متقلقين منها الحكايه كيفاش خرجت وقتها؟ لا وقتها الشبيبه ما خرجتش 20% لا 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 دفعتها من جيبي ايه من جيبك ايه من جيبي ايه او مثلا حاجات اللي وقت ايش هذا؟ وقت اللي جيت خارج لالمانيا قبلها كانوا ثم برشا عروض وجاء حتى من الخليج عروض كبيره برشا انا نحترم اليوم هذا سي معز نحترمه ونجموا نتخالفوا في ليزافي اما لكن كشخص نحترمه برشا لليوم ونقابله ما عندي حتى اشكال ما نشدش الغيظ انا وقت اللي هو حب اون طونك بريزيدون ويحب باش ترجع عائدات كبيره للنجم النادي الساحلي وهذا عادي جدا حبني وقتها نمشي للخليج نادي السد مبلغ كبير برشا في الوقت هذاك لكن انا حبيت اني نمشي لاوروب وقت خذوا بوكو هما اي في البيريود بعدها بالضبط صحيح وقتها انا حبيت نمشي لاوروب كايها لاعب تونسي يحب اوروب يحب يشوف حاجه جديده خاطر تمشي الخليج احنا وقتها ماخذين فكره خايبه كانت زوريخ وقتها حبت عليه لكن رئيس النادي طلب مبلغ كبير حتى في النيغوسياسيون وقت اللي مشيت لالمانيا وتفهمنا على السوم وقت اللي وصلت غادي وتممنا كل شيء قعدت تصحح تاع سي معز قال لهم الكور طاح زيدوني في الفلوس اللاعب لسي معز ومن بين الحوايج اللي قال لي بالنسبه للفلوس نتاع جيسكا راني احنا ما ندفعوهاش قلت له كيفاش قال لي تحمل مسؤوليتك التزمت بها انا وباش انا نخلصها قداش كانت وقتها؟ سوم كبير هي قد الصفقة وقتها الصفقة 2.2 ولا حاجة كي من هكا معناها 20% يجيو في 500 مليون ايه وقتها دفعتها من جيبك كمية برشا فلوس دفعتها من جيبي هذاك اللي خلاني هذاك عمل لي منعرج وقت اللي مشيت لالمانيا رغم اني ماكش ملزم باش تدفع ملزم برشا ناس يقول لك يتباع جوار ياخذ فلوس احنا لا تولي كونفلي بليتوال وجي اس كا وقتها كنت ما حبيتهاش قلت انا نتحملها ثم حتى مشكل خلاني وقتها في المانيا كنت ديما نبعث نصب الفلوس لليتوال باش تخلص الجي اس كا وبالمناسبه يعني بعد صارت لي اشكاليات خاطر وقتها بيريود تضربت وتضرب ثم قانون اخر بتاع لاسيرونس ويطيح السالير بتاعك قصيت بيريود نعطيك هذا اشكو قصيت بيريود وقتها كانت باش تصير لي كيما نقولوا احنا عقله ودخل لي من بعد بيريود دخل لي فيها سي الحاج الغزي الله يذكره بالخير امين ميل نتاع ليتوال وقتها امين ميل نتاع ليتوال دخل لي فيها الحاج الغزي وهذاك اللي خلاني انا وقتها مشيت للسعوديه باش نكمل لونجاجمون تاعي. امين رغم التضحيه الكبيره ظهر لي العباد ما تعرفش الحاجه هذه ما نحكيهمش انا ما نعرفهاش ما نعرفش انت حكيتها قبل ولا الحقيقه لكن مقربين يعرفوا اليوم العباد في القروان تلوم عليك شويه مين ما يوقفش مع القروان رغم اللي بركات اشوف اش عامل رغم اللي مؤخرا نجم نقول مؤخرا بدت شويه الحكايه اعطيت مثلا خلينا نكمل السؤال المساج اعطيت مبلغ مالي للفريق سمعت انا مؤخرا في باش يلعب تحضير البراج في البريود نتاع الكوفيد عاونت المستشفيات وقتها بعثت مبلغ مالي العباد متقلقه منك ما فهمتش علاش مقصر منك انت ما تحكيش ما نحكي علاش نحكي تو انت سلام وقت اللي نجي نعمل حاجه نعملها بقناعه شخصيه ما يهمنيش في فلان يعرف ولا فلان ولا فلتان يعرف معناها اللي بروش بتتر يعرفوا ولا المسؤولين يعرفوا انا ما نحبش ما نلوش على الشعبه حتى تو انا تبارك الله في وقت تو الناس الكل حتى اللي يعمل ابسط الاشياء يتصور بها ويحب يعمل البوز انا لا انا كي نعملها عن قناعه وعملت برشا حاجات وجيبها بزوان باش نحكي عليهم خاطر هذيك جمعيتي
خاطر هذيك جمعيتي حتى لو كان صار إشكالية مع المسؤولين المسؤولين يمشيوا ويجيوا. أما الجمعية هذيك عشت فيها طفولتي. نسكروا ملف الشبيبة. مين ياخذ سؤالك قبل الأخبار؟ عرض عليك تلعب معهم ببلاش؟ عرض عليه هاي. رفضت؟ رفضت خاطر الوقت قبل بجمعة ما يصيرش يعني، حتى احتراما في جمعيتي من الجمش أنا تودانكو جي أنت قبل بجمعة باش تلعب براج جوست باش نسكتوا الناس من الفيسبوك ما جوست كلام فيسبوك باش يسكتوهم ما يجيش يعني ثم حاجات ما تجيش. كنت أجل ما خممتش تتعاون؟ ما تعاودش تعرض علي الحقيقة. فهمتك. لو كان يعاود وتنجم تكون شوف شوف واضح بيه. مازلنا مواصلين في الحوار مع محمد امين مع مريكا. امين الشرميتي مع امين انا كسلفقت بروحي وحدي توا مع امين الشرميتي. فدوى تركي في الاخبار وبعد راجعين في فيلم تلفزيون ميكس.